بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسم الائتلاف الأردني للمعارضة نوجه هذه الرسالة إلى أبناء شعبنا الأردني العظيم. لاحظنا مؤخرا ارتفاع أسعار السلع الأساسية في الأردن بشكل مفاجئ، وارتفاع أسعار الخدمات والضرائب والاختصاصات الحكومية ترخيص المركبات وغيرها بشكل مفاجئ وغريب، بحيث أن أغلب الأردنيين يتجرعون الألم ويتساءلون ما الذي حدث. بداية قبل أن نسعى لتفسير ماذا يحدث، علينا أن نكون واضحين. كما سترون أسفل هذا الفيديو، الائتلاف قام بإعداد دراسة شاملة لحجم دخل الدولة الأردنية وحجم مداخيلها ووارداتها وحجم مصاريفها بالمراجع والأدلة العربية والأجنبية بما فيها إحصاءات الدولة الأردنية نفسها. ستجدون أن الأردن كدولة مداخيله أو وارداته الداخلية كما تسمى تصل إلى ما يزيد عن 48 مليار دولار سنويا، في حين أن مصاريف الدولة المعلنة، وهذه أرقام النظام نفسه، لا تتجاوز 8 مليارات ونصف. ذلك يشمل كل شيء، الجيش، القطاع الصحي، كل شيء بالكامل، مصاريف فقط 8 مليارات ونص. إذن الفرق يصل إلى حوالي 40 مليار دولار سنويا، رقم هائل. 40 مليار دولار سنويا تختفي، لا نعلم أين تذهب، رغم أنه من المثبت والأكيد أنها ترد إلى الدولة. 8 مليارات أقل، يعني بالكاد حوالي 20% من دخل الدولة الحقيقي يصرف على الدولة بما فيها السرقات والنهب والفساد الإداري، والباقي يذهب على ما يبدو لشخص واحد كلنا بنعرفه اللي هو علي بابا الثاني والنظام الهاشمي المجرم. احنا سؤالنا بسيط، يعني الأردن دائما بيحكوا لكم، بضحكوا عليكم انه بلد فقير. لا يا اخوان، الأردن مش بلد فقير، الأردن بلد غني. انتم لستم فقط بلد غير فقير، بل بلد غني. كل أردني يستطيع أن يصبح لديه سيارة وبيت وسيارة حديثة، وأحلامه البسيطة التي أصبحت أحلام بعيدة ورفاهيات على يد النظام الهاشمي. قارنونا بدولة مثل البحرين. البحرين ما في عندها نفط، دولة البحرين دولة ملكية، الأسرة الحاكمة في البحرين لها امتيازات هائلة وصلاحيات واسعة، وفي نفس الوقت البحرين لا تملك النفط ولا تملك موارد طبيعية ولا تملك الزراعة اللي يملكها الأردن، ولا تستطيع أن توفر في مصاريفها، حيث يوجد بعض القلاقل في البحرين من قبل بعض الدول المجاورة الحاقدة التي تريد تدمير البحرين. فلذلك ميزانية الدفاع لدى البحرين مرتفعة جدا، وحجم المساعدات التي تحصل عليها البحرين من السعودية الدولة الشقيقة الكبرى لنا جميعا أيضا لا تتجاوز المساعدات التي يحصل عليها الأردن. هل البحريني فقير ومعدم وجائع مثل الأردني؟ نحن يا أخوان قد تم تجويعنا وقد تم إذلالنا على أيدي الهاشميين فأفقرونا ونحن أغنياء. أما سبب الارتفاع المفاجئ، فإذا عرف السبب بطل العجب. السبب قالته هيلاري كلينتون قبل حوالي 5 أو 6 أسابيع، قالت بين قوسين وعلنا، وهي المرشحة الرئاسية التي مرجح، يعني من الوارد جدا أن تصبح رئيسة الولايات المتحدة، قالت أن مستقبل الأردن غير واضح، ولا نعلم بين قوسين إن كان النظام سيبقى ثابتا أم لا. We don't know whether Jordan will remain stable. هذا الكلام اللي حكته هيلاري. النظام يشعر أنه أجله كنظام اقترب. علي بابا يشعر أنه سيصبح ملك سابق قريبا، لذلك هو مصر على أنه يعصر أو يعني يستخلص آخر 30-40 مليار مشان التقاعد تبعه، مصاريف التقاعد على حسابنا، يستخلصها من حليب أطفالنا ومن أحلامنا بسيارة متواضعة ومن أحلامنا بكمبيوتر متواضع أو حتى سرعة إنترنت مقبولة في بيوتنا. بسرق أحلامنا، مش بس بسرق حياتنا. وأنا بدي أحكي لكم، هل تدركوا يا أخوان أنه جمارك السيارات، وبرضو مذكور في الدراسة أسفل الفيديو، الجمارك فقط تصل إلى 10.5 مليار دولار في السنة؟ وفي هذا الصدد إحنا بنوعدكم كائتلاف أردني للمعارضة، وحملونا مسؤولية هذا الكلام، نقسم أن يكون من أول القرارات التي نتخذها في اليوم الأول في السلطة
هو إلغاء جمارك السيارات. لدينا من الموارد ما يكفي. ليش المواطن بيشتري كيا سيفيا سعرها $1,000 بيشتريها $7,000 في الأردن؟ يكفي. وهون بدي أحكي للبعض، مصدر شقاءكم وذلكم وجوع كل أردني هو النظام الهاشمي، مش القطاريز، هذول القطاريز عبد الله نصور وما بعرف مين ومجلس النواب. الكلام واضح، لما النظام عنده 6 طيارات، عبد الله الثاني، علي بابا الثاني عنده 6 طيارات خاصة، لدينا أرقامها ونشرناها. طب ما هاي 6 طيارات قيمتها حوالي 1 مليار، اللي عنده طيارات بمليار شو عنده ممتلكات، شو عنده أموال؟ احسبوا 40 مليار دولار تتبخر كل سنة من ميزانية الدولة لا تظهر، ضرب 16 سنة علي بابا جاثم على صدورنا، اضربوا الرقم راح يطلع معكم ثروة علي بابا الحقيقية. علي بابا أذلنا وجوعنا، وقد آن لهذا أن ينتهي بالوسائل السلمية. وهون بدي أكون واضح، أي معارض مدعي، أي معارض لا يتحدث علنا أو باطنا بهدف واحد وهو إسقاط النظام بالوسائل السلمية فهو معارض مشبوه، وهو واحد من 2، إما غبي أو مجرد واحد مأجور، وفي الحالتين هو خطر علي وعليك. وهؤلاء على فكرة أغلبهم أسماءهم عنا، وراح نحاكمهم بالوسائل القانونية لما يسقط النظام، محاكمات تنتظرهم لأنهم جزء من منظومة النظام. أتى أمر الله فلا تستعجلوه، الثورة الأردنية قادمة، مش مسألة خيار، بالوسائل السلمية طبعا، بالوسائل السلمية وبدون عنف ثورتنا قادمة، وإحنا دورنا كأتلاف أردن للمعارضة أن نضمن أن هذه الثورة ستضمن تحقيق ما نشاء، لا أن ينتهي بنا الأمر مثل ليبيا أو مثل سوريا أو مثل بعض الدول العربية التي قام شعبها العظيم بالثورة ولكن جاءوا من شياطين سابقين إلى شياطين لاحقين. لا والله، القادم لكم، القادم لابنك ولابني، القادم لزوجتي وزوجتك، القادم لأبوي وأبوك المساكين اللي أفنوا عمرهم في خدمة هذا النظام، القادم لأهل بيتي وأهل بيتك، القادم إلنا. صبرا، أتى أمر الله فلا تستعجلوه، والخير قادم، والسلام عليكم.